كان جيتك به وقت اللي الواحد يجي باش ينظف بوه او ينظف امه، سواء خليني نحكي عليك انت، انت باش تتكشف على ابوك، طبعا انت مضطرة تدخل تحت سقف الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. يعني انت تدخل تحت سقف الاضطرار، انت مضطرة، انت ما تحبش، ولكن ملزز بلغتنا نحن، الزز انك انت تكشفت على ابوك. ولكن انا انصحك انك انت حاول قدر المستطاع انك تغض البصر. شو معناتها تغض البصر؟ يعني تحاول انك تقوم بعملية التنظيف، خطر الشيء ذا عشناه وعشته أنا شخصيا مع والدي عليه رحمة الله، إن شاء الله ربي يرحمه رحمة واسعة ويسكنه الفردوس الأعلى. يعني الكلنا عشناه، أنا وأخواتي البنات زاد. فحاول أنك نجم نعمله فوطة فوطة، يعني كل ملحفة، ثم نجم ننظف من غير ما نغسل، أو تحت كما نحن نجي ونغسلوا الأموات. يعني الأموات لما نجي نغسلوهم ما نتكشفوش عليها مرة، يعني نحطوا ملحفة، ولكن كي نجي باش نغسل المكان أو مكان العورة نحاول أني ناخذ خرقة وننظف ونهزل الملحفة وندخل يدي غير ما نشوف. يعني حاول أنك تقول لي ساعة ساعة، فما الزز أنك أنت باش تنظف وكذا لازم تشو، يعني أكل ما نحدقوش ياسر، ما نخوش بلغتنا نحن، نحاول أني ناخذ المقدار الذي يسمح لي بالخدمة فقط. ثم نعرف اللي هي توجع برشا الوالد، وذا كما قلت لك عشناه، أنه الإنسان يستشعر لحظات ضعف ولحظات انتكاسة ويحس روحه عاجز تماما، أنه بنته راي معناتها اللي جابته هي تتكشف عليه، توجع. ولكن بالنسبة لك أنت شرعا ما عليك حد شيء، بالعكس أنت مأجورة بإذن الله تعالى، أنت مأجورة أجر لا يعلمه إلا الله، فما عليك ما عليك حد شيء. يعني تدخل تحت سقف الاضطرار وتحت قول الله تعالى في محكم تنزيله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. واضح للغالية؟